اختتم بمديرية يعني محافظة إب بطولة لكرة القدم التي شارك فيها 800 لاعب من 3 محافظات تحت شعار شهداؤنا عظماؤنا. صمت وتحدي أمام آلة الدمار السعودية التي استهدفت اليمن أرضا وإنسانا. اختتم اليوم في مدينة يريم البطولة الكروية الرياضية التي تحمل كأس شهداء مجمع السنفاني الذي استهدفهم العدوان السعودي في سبتمبر الماضي. البطولة التي استمرت شهرين وبمشاركة 600 لاعبا لمختلف الفئات العمرية ومن 3 محافظات إب والضالع وذمار، حيث توج فريق الحمراء القادم من ذمار بكأس البطولة تاركا الوصافة لفريق الفاروق بيريم. وفي فئة الشباب حقق فريق رباط الشعري كأس الدوري، فيما توج فريق الفاروق بطولة فئة الناشئين، فيما توج فريق اتحاد ذمران كأس البطولة لفئة البراعم. وفي أجواء حماسية جسدت الروح الرياضية العالية وتحت أزيز طائرات العدوان، والتي جمعت من الضالع وأيضا من ذمار وأيضا من وأيضا من محافظة إب، وهذا الدوري المتميز والذي حصل على هذه البطولة. الفريق الحمراء من دمار. نادي يحسب احتضن ونظم البطولة وبرعاية ودعم من قبل رجل الأعمال الشيخ إبراهيم السنفاني شقيق الشهيد عبد الرحمن السنفاني التي تحمل البطولة اسمه، وبحضور جماهيري كبير من مختلف المحافظات المشاركة والمناطق المجاورة، زادت من روعة المنافسات بين الفرق المتنافسة التي حصدت الألقاب والكؤوس والميداليات الملونة. والحمراء تقدم دفاعية والأهداف صفرية. كان على مدى شهرين فتكللت المباراة بفوز فريق الحمراء حامل اللقب. البطولة كانت رسالة للعدوان بأن نحن صامدون وأننا سنقف. منصة التكريم اعتلتها قيادة مكتب الشباب واتحاد كرة القدم والسلطة المحلية بالمحافظة ورؤساء الأندية، وتم تكريم اللجان التنظيمية والتحكيمية والإعلامية والمبرزين والداعمين للبطولة. لقناة اليمن اليوم، سمير المسكري، مدينة يريم.